إذن مشاهدينا الكرام، أكيد من بعد الرياضة الصباحية وصلنا إلى محور حلقتنا لهذا اليوم اللي راح يسعدنا أو أكيد يفرحنا أن نتحدث مع فنان بالخط العربي، خط بأنامله آيات من القرآن وأحاديث وأبيات من الحكمة، وقدمها بصور تبهر كل من ينظر إليها من دقتها، وهو الخطاط ماجد حميد. فكيف بدأ رحلته في هذا الفن العربي الأصيل، وكيف استطاع أن يخلق بصمته الخاصة في وقت يتنافس فيه أسماء كبار بفن الخط العربي في العراق؟ تحديداً هذا ما راح نتعرف من خلال لقائنا اليوم ويا داخل استوديو برنامج يوم جديد، ونرحب به. صباح الورد والعافية. صباح الخير. صباح الخير. كل الهلة. كل الهلة بيكم. نورتنا. أنا أتشرف أن أكون ضيف في قناة الرشيد، وهذه لي أول مرة. أول مرة. إن شاء الله مواقف. إن شاء الله يا رب ضيف. شكراً لكم على إتاحة الفرصة. الله يخليك. مبدئياً خلينا متفقين اليوم، خطاط يعني هو من البداية خطة حلو، بس اكو مقومات تفاصيل الشغل عليها. فاني حاب اعرف اليوم شنو اللي دفعك حتى تتعلم وتتخصص بالخط العربي، وتذكر اول لوحه او اليوم تفصيله عباره خطيتها وكانت باي عمر؟ طبعا الخط العربي هو اكيد مثل ما انتم تعرفون هي موهبه. اولا بالضبط. فانا من الابتدائيه لفتت انظار المعلمين مالتي بالمدرسه انه اني خطي حلو. ف زائدا شغلة مهمة جدا، وهذا الكلام نحكي قبل 50 سنة، أنه أنا بالابتدائية كنا ندرس الخط من خلال كراس معد من قبل وزارة التربية للمدارس، على ضوها يبين أنه أنت عندك موهبة أو لا. موهوبة أو لا، بالضبط. فكان مدرس التربية الفنية الله ينطيه العمر إذا كان عايش، والله يرحمه إذا توفى، الأستاذ قاسم الغريري اللي درسه بالابتدائية لحد الآن أذكر اسمه، هو تنبأ لي أني أكون خطاط. فبقتها شاف خطي يعني بمجال، ومن خلال ما درسونا به هم النفس والأساتذة التربية الفنية في ذلك الوقت، ومن خلال كراس الخط اللي كان من ضمن الدروس إضافة الرياضيات والإنجليزي والعربي، أهميته نفس أهمية هذه الدروس، نفس أهمية المواد الباقية. بالضبط. فبينت عندي أنه أنا عندي موهبة، فبديت أنمي هاي الموهبة خاصة، وبصراحة بديت فعليا صف 5 ابتدائي. تذكر أول خط خطيته لوحة عبارة شنو كانت؟ كتبت. كانت بصراحة بوقتها يعني كانت الأوضاع فلسطين، وكانت نشرة مدرسية. زين. فطلبوا من عندنا نسوي نشرات مدرسية مساندة الإخواننا الشعب الفلسطيني. فكتبت أني فلسطين عربي حرة عربية. فتفاجأوا الأساتذة في ذاك الوقت إنه خطي ممتاز، رغم انه كانت كتابتي في ذاك الوقت بقلم الماجيك، يعني بقلم طبيعي عادي، اي قلم عادي ما تلوين، بس بينت موهبتك. بينت الموهبه طبعا. طبعا. فبعدها بالمتوسطه بديت ابرز، يعني انه اني بالمناسبه اني صف 3 متوسط وبديت اكتب لافتات يعني على قماش قبل لا ادخل معهد. واكيد متورط بامور المدرسيه اللي هي مثل لوحه احتفال، تعال ماجد مني يصير اخط لنا ماجد لازم. طيب يعني ولا زلت يعني رغم انه فتره طويله تركت الخط العربي ورجعت له، بس لا زلت يعني ومن سنين انه انا باي مكان حتى بعملي الرياضي انه ادخل الخط. ليش اندثرت هاي الامور عندنا بالمدارس؟ هاي اندثرت الامور يعني هناك مقوله يقول اكرموا اولادكم. أكرموا أولادكم بالكتابة. حلو. فإن الكتابة يعني سر الروح. طبعاً. اندثرت هاي الحالة لأنه بصراحة صار حتى مو فقط التربية الفنية والخط العربي أو الرسم، كل الفنون إضافة إلى الرياضة في المدارس الابتدائية. وهذه هي نقطة ضعف، أنا من خلالكم من خلال برنامجكم أناشد وزارة التربية على إعادة درس الخط العربي للمدارس وخاصة الابتدائية، وإعادة الكراسة الخط العربي اللي كنا احنا درسنا عليها من كنا بالابتدائية، انه تعاد وزارة التربية تعاد تعيد النظر بها من خلال يعني هو موضوع كلش ضروري. يعني اشوف طبعا لانه اكو ناس ترى قاعدين بدوائر اليوم، انه تروح عليه تشوف خطة تقول له شنو ابو الابتدائي انت. هناك مقولة للإمام علي عليه السلام يقول ان الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. ولذلك هو من هاي المقولة انطلق العرب باهتمام بالخط العربي واعطاء أولوية وعناية خاصة عن باقي الفنون، خاصة في تدوينهم للقرآن الكريم. مثل ما تعرفون يعني أن القرآن الكريم ينكتب باليد. طبعاً بالإيد. أكيد.
والله غير دول يتفاجؤون من لغتنا ومن خطنا ومن احرفنا وكل شيء يخصنا، فاحنا لواش هاملي غير دول تتفاجؤ ممكن مع العلم. ثقي بالله ست حسناء استاذ مصطفى، هناك مواهب وانا اشوفها يعني انا اشوفها والاحظها ومتابعهم يعني هناك مواهب فقط يراد لهم من يدير باله عليهم من احتضان يراد يحتضنهم ويرعاهم ويقدم لهم ما يمكن تقديمه. يعني انا اتذكر بصف من رحت اقدم المعهد الفنون الجميله مع العلم كان معدلي كلش عالي بالثالث متوسط، هذا احكي هذا الكلام سنه 82 82 83 معدلي عالي وانقبلت اعداديه وكان في وقتنا هناك استماره استبيان طبعا انه نطلب المكانات اللي نريدها. فانا كاتب اول شيء اعداديه ما ذاكر معهد فنون نهائيا، لكن اصريت انه وعدني الله يذكره بالخير الاستاذ قاسم انه ادخل معهد فنون جميله. لما رحت للاختبار 500 طالب طالبين عندنا 20 او 21 شخص فقط. يعني انا هسه حم وزاره التربيه انا اشوف خط حلو لين وادي الله يرحمه خطاب الله يرحمه، فلو بالمدارس هاي موجوده عندنا كانت نمت المواهب الموجوده عند الاطفال والناس يعني لانه حتى بالامتحان من هو خطه مو صحيح يمكن يجاوب صح، مو قلنا الخط الحسي يزيد الحق وضوحا بطلع. هو من خطك حلو, حلو. راح تبين حتى مرات تستهويك الفكره انه حتى لو انت اجابتك بها نوع من الخطا خطأ. اذا خطك حلو بالضبط يسواها يكون مرتاح دفترك يفتح لك دفتره بالضبط. طيب انا شلون تصف جماليات هذا الخط العربي اللي عندنا وليش تميز عن باقي الخطوط الموجوده؟ لا هو خط عربي وليس عراقي حتى نكون هو الخط العربي الخط العربي بصوره عامه اي الخط العربي طبعا هناك انواع كثيره للخط العربي منهم من الخط اكو خطوط صعبه أي. صعبه وجميله بنفس الوقت مثلا وهناك خطوط بسيطه اللي نتعامل بها بالطبيعي احنا هسه بحياتنا الطبيعيه واللي يسمى خط الرقعه أي. هذا خط الرقعه خط بسيط وحلو. هناك خط النسخ، هناك خط الثلث، هناك خط الديواني، هناك خط التعليق اللي ما يسمى بالفارسي وكثير من الخطوط. من الاصعبها واجملها؟ هو الاجمل والاصعب بنفس الوقت خط الثلث. وكماجد شخصيا نعم. يا نوع خط يميزه ويفضله وشنو السبب؟ والله انا كل الخطوط اكتبها بس اصدقائي أي. يقولون انت مميز بخط الديواني. خط الديواني هذه خطوطك اللي نشوفها يعني باناملك؟ نعم لوحات قديمه هذه اكيد اللوحات اللي هذا الخط الكوفي اناملك هذا الخط الكوفي نعم خط الكوفي هذا خط الثلث اللي تحدثنا عنه اللي بيجي جماله صعب صعب جدا وجميل. طبعا بالمناسبه الخط مو فقط ما تكتبه بايدك، هناك قاعده خاصه بالخط قواعد ما ممكن يعني مغادرتها. يعني وضح لنا اكثر مثلا من نكتب خط الرقعه ونكتب نبدا بحرف الاليف حرف الاليف يعادل 3 نقاط من نفس القلم لا يزيد ولا ينقص. يعني وين بدايته وين نهايته؟ طبعا بالخط الثلث 5 نقاط الى 5.5 في امتداد اكثر فرق بالنسخ 6 مثلا اي فكل خط قاعد دراسه عن الموضوع طبعا انا يعني انا درست معهد فنون جميله 5 سنوات واجل السنه يعني 6 سنوات درست الخط ستة زين. بصراحه اكو معلومه دائما احنا نسمع عنها ما اعرف صح او لا، يقول لك الاعسر او اللي يسراوي يكون خطه حلو هي ما لها علاقه بس تعرف وش يقولون بس بالطبيعه هسه احنا كره القدم اللاعب القدم يسرى يكون مهاري اكثر بالضبط لكون انه احنا بالعراق الايد اليسرى قليل جدا يتميز فيتميز تميز يكون به لانه احنا الحسان هسه عندي احد اصدقائي خطاط خطاط على مستوى سمير علي الله يطيل الصحه تحياتنا اليه يكتب باليسرى فنحس بيه اقوى فأني عندي صديقه لي يعني تقريبا اكون عن الصح انا عندي صديقه لي اسمها حسناء تكتب باليسرى اي وشلون خطها؟ خطها كلش حلو هو مميز تصير مميزه الايد اليسرى مميزه والقدم اليسرى مميزه يكتب يمنه يلعب طوبة فيكون يمنى من يكون شخص يسرى يكون مختلف يعني شوف حتى بالكلية الدكاترة ما يريد يصلحون دفتري فيشيدون بالخط فيقولون لي شوفوا الدفتر يعني عندش موهبة اي الحمد بس احكي لي ما طورتها ما نميتها ما اشتغلت عليها بالمدارس على رأيك احنا اليوم ايه هذا بالتكرار الخط شلون يقوى بالضبط بالتكرار تكرار مثلا على سبيل المثال كلمة بسم الله الرحمن الرحيم اوكي ابدي اكتبها 50 مرة أوكي. خلال ساعة زين اي كلمه اخرى ابدا اكتبها اظل اكرر بالتكرار اكيد انت بنفسك راح تشوفها من مره لمره مختلفه طبعا طريقه الكتابه طبعاً. هنا أنا بالكتابه طال الكتابه الاقلام والاحبار نعم. لها دور بتحسين الخط ونوعيته
طبعا هو المعروف يعني كل الخطاطين حتى على مستوى العالم انه الحبر الصيني والقصبة، هذه القصبة البسيطة بالضبط اللي تنقط، يسميها احنا نقط، تنقط وتتحدد، وحتى القصبة نفسها هناك قطها وقصها على الخطوط، مثلا قصة الديواني كل خط إلى قصة معينة بالضبط، مو مثل التعليق ولا مثل الثلث. فهذا الحبر الصيني اللي احنا نستخدمه بقى، كل نوع إلى نوع من القص، من القص بالضبط معين. الميلان يعني ميلان القصبة إذا ميلان زايد هذا الخط الديواني، يعني النبلة اللي تصير اللي تكتب بيها بالضبط. زين، اليوم كمبتدئين نعم. ذكرت حضرتك اليوم أنت تحس أكو موهبة عندك، فأوكي أنت تشتغل على هذه الموهبة. للمبتدئين شنو هي القواعد الأساسية حتى توصل لمرحلة الاحترافية؟ هنا شوفي نفس النقطة راح نرجع، هم العتب على وزارة التربية بتخلب المدارس. كان سابقا كراس بسيط، طبعا الله يرحمه اللي خط الكراس إن بالابتدائية الله يرحمه توفق بالسنة زين، الخطاط المرحوم صادق الدوري الله يرحمه. فاحنا كنا ناخذ على هذه الالف با جيم دال كل يوم ندرس خمس حروف، احنا على مستوى معهد فنون كنا ندرس خمس حروف باليوم على خط واحد على نوع. يعني مثلا الصف الاول احنا درسنا بس الرقعه، خط الرقعه هذا البسيط، سنه كامله دراسيه بس رقعه. الصف الثاني درسنا نصف الاول الديواني ونصف الثاني التعليق تمام. الصف الثالث درسنا النسخ، والرابع والخامس الثلث وباقي الخطوط. يدخل الكوفي، الكوفي طبعا الخط الكوفي غير باقي الخطوط بالقصبة، هذه بقلم ومسطره وحبر وتحديد تفاصيل اعقد، يمكن تفاصيل اعقد، لا مو اعقد، ما يعني ما بي ذاك الفن القوي لانه ما يستهويك الظاهر. انا ما استخدم به المسطره وهاي التفاصيل، مسطره وقلم اي طبعا كله هندسي، اي هندسي كوفي هو. هندسي كوفي. اضافه للزخرفه اللي يزيد جماليه الخط اللي هذا احنا درسناها يعني بمعهد الفنون وشفتوا بعض اللوحات بها. بس انا من سألت حضرتك قلت نرجع للنقطه الاولى اللي عرجت عليها وذكرت انه السبب وصوك بوزاره التربيه، وزارة التربية طبعاً. يعني هل معناه انه انت بالطفوله اذا ما تشتغل على هذه الموهبه بالكبر راح تضيع عليك الفرصه؟ صعبه، لازم اول ما تبدي الموهبه نشوفها موجوده سواء شفناها وما شفناها. أوكي. صف كامل بيه 50 طالب 40 طالب اعلمهم الخط زين، راح يبرز في 3 4 5، فشوفي كم صح. مدرسه موجوده يا اخي ما اليوم يعني اكيد تايدني وحسناء، اكو ناس اليوم ترى ما تميز اخت الصاد واخت الضاد، هذه مشكله، هذه اللغه يعني، هذه يعني دراسه اللغه طبعا طبعا, طبعاً. اللي ما حد يقدر، اكو هواي الناس ما تميز بس الضاد والطاء هوايه يعني، يعني معناها يعني انا مرات اضحك من اقرا واحد يكتب لكن لا اي لا كاف نون وشكرا شكرا بالنون شكرا يعني هواي هواي هاي شكرا هو بالواو، هذا شنو السبب؟ السبب الفيسبوك اي والله والله السوشيال ميديا يعني هسه اللي كبير وعنده موهبه موهبه الخط بس ما مشتغل عليها يقدر ينميها اذا موهبه موجوده ممكن ممكن بالتكرار بس اصعب طبعا يصير صعب اصعب طبعا هو الطفل من هو صغير صعب اكثر يصير المعلومات يستوعب اكثر دماغه صافي على طاري الصعب كل انسان من يبلش باي موهبه عنده اكو صعوبات اكو تحديات اكو تفاصيل ممكن يمر بيها انت شنو التحديات اللي واجهتك واللي قدرت انه تتغلب عليها والله بصراحه بدون غرور يعني ما انا ما واجهتني صعوبات لان انا عده مواهب مو موهبه الخط ما شاء الله كثير من المواهب مثل يعني انا خطاط زين مصور حلو موسيقي ما شاء الله ايه طبعا رياضي اوكي ما شاء الله هوايه 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 عندي مواهب عددت مواهب هوايه شنو اكثر شيء شوف حضرتك بي ميولك اليه وشوف نفسك لا تلقى نفسك بهالتخصص هذا الخط الخط ايه. اقرب لقلبك لانه هو احس بي خارج من الروح يعني الخط حب الخط حب يعني انا احس بي متعه يعني انا من اشوف واحد يكتب حتى من خلال السوشيال ميديا ابقى بس يعني هذه موهبه ورغبه والباقي فضول للتعلم كلها تعلمتها لانه انا من درست معهد فنون جميله ما درست يستغلونها بالموضوع عندك اصدقائك
يستغلون هذا الموضوع. عندك تعال اكتب لنا، تعال اكتب لنا، تعال مدارس. يعني قبل كان اللي يحب رساله يكتب للي يحبه، كنت ثاني اختصاص للاكبر مني مو يعني انا كنت من المتوسطه، اكل اكبر مني يجوني انا اكتب لهم وارسم لهم، وهذا القلب الاحمر هذا القلب يصير بالزاويه ايام زمان، او قلبين اثنين وبينسهم زمنكم، احنا زماننا يختلف. لا تراني زمنك، ها انا زمنك، صدقني صدقني والله. قلت أبلا وغير عرف زمنه حتى تتجزم. أنت بالثمانينات غير دارس، أنت دارس؟ درست بالثمانينات بس قل لي إيش قد عمري؟ إيه أوكي. أنا الحكم الورق يعني نحك على هاي الأمور، الورق والرسائل والدفاتر اللي بيها رسائل الحب كلها يعني. يعني أنا قبل 50 سنة كنت بالسادس ابتدائي أو الخامس ابتدائي. ما شاء الله. وانت قيس عمري إيش قد؟ الله يطول بعمرك. يعني كان أكو هذا الموضوع أنه يجون تعال اكتب لنا رسالة. طبعا هاي حلو موجودة طبعا. لا اضافه الى شغله مهمه مثلا كانوا اولادي من هم صغار بالمدارس يطلبون اداره المدرسه مني، هم تعرف الابن يتباهى مرات بابوه طبعا، يقول ابويا خطاط ويكتب لكم على مدهم يساعدون بالمدرسه، فارجع لكل مدرسه انا اكتب على الحيطان ارسم. حتى من انا اول ما بلشت ورا التخرج معلم مدرسه ابتدائيه، بس بعدين انا ما استهوت الفكره انه ابقى بيجي مكان جامد يعني، فطلعت ورحت على وظيفة بالبداية وزارة الصناعة وبعدين بالكهرباء تنقلات عدة ايه، وعندي ميول بالرياضة أصلا يعني من أني شاب صغير، صار نادي الكهرباء وأنا من نادي الكهرباء من التأسيس لليوم لازلت في نادي الكهرباء ما شاء الله. حلو زين، خلي نحكي على تفصيلة تطور الخط العربي بالعصر الحديث، وهل أو وش قد تأثر اليوم بالوسائل الرقمية أو بالإعلام الرقمي ممكن أو التكنولوجيا الرقمية؟ نعم شوف، هو الخط العربي يعني مثلا أكو مقولة تقول الخط الحسن للحاكم أو الإمام أو السلطان جمال للغني يعني شلون تقولي كمال بما معناه للفقير مال. الله شلون؟ كان قبل سابقا الخط العربي هو خاصة الخط التجاري، اقصد بيواني عملت بالخط التجاري سنين طويلة هي مكسب مادي انه يعني كنا شباب يعني واحنا كنا طلاب احنا نعمل بالخط اللوحات واللافتات والواجهات المحلات وحتى بالاعياد هاي تدر علينا باموال يعني صحيح. احنا مجموعة شباب اصدقاء الان اندثرت هاي الحالة بسبب الكمبيوتر والحاسبة الفليكسات جيبوا مجرد صمم على الحاسبة وتطلع وانتهى الموضوع، لا بيها جمالية ولا بيها شيء، روح بالموضوع روحيتها ماكو صح. فلذلك الخط العربي يبقى، بس المشكلة ما يبقى عند كل الناس، للمتذوقين فقط، وهي مشكلة يعني متذوقين فرقوا عن قبل من ناحيه كنسبة طبعاً لانه صارت نخبه بالضبط صارت نخبه لانه كان سابقا ماكو وسيله غير انه باليد تكتبي طبعا صح. حاليا الكمبيوتر خرب الدنيا يعني حتى بالسابق من تردين تخلينا ارقام تليفونات يعني اكو سجل خاص ينكتب رقم التليفون واسمه بيتبو فلان بيتبو فلان، يعني مو مثل ما هسه حداثه الموبايل وتكتب اختلف كل شيء اختلف كل شيء اختلف كل شيء اختلف وللأسف للأسوأ بالنسبة للفنون وحتى على مستوى الرياضة بصراحة. هو هم عتبنا على وزارة التربية اللي يعتبرون درس الرياضة شاغر فرصة للطالب والله يطلعوه وكانت قبل المواهب الرياضية تخرج من المدارس أولا طبعا من المدارس من ثم التربية سواء تربية الرصافة أو الكرخ ومن ثم تندمج يصير فريق تربية على مستوى كرة القدم وباقي. أنا عسى ولعل من حضرتك توصل هذه الرسالة يعني. إن شاء الله أنا والله دائما أدعو إنه وزارة التربية إنه تنظر من جديد مادة الرياضة ومادة التربية الفنية. التربية يعني الفنية مو فقط الخط. الرياضة والفنية. يعني الرسم والباقي الفنون. التربية الأسرية الأخلاقية يعني هذه مواد كانت كلش مهمة للطالب يعني تنمي يعني مادة الأسرية. كانت تنمي المواهب عند الفتيات آداب الحديث آداب الطعام يعني أنا أتذكرنا وحتى كانت عندنا الأعمال المدرسية هو هذا اللي أنا يعني هسه يهمني هذا الموضوع أعمال مدرسية كانت حتى وإن كنت مو أنت تقوم بيها واحد من الأهل صح أنت راح تشوفها
راح تقلدها صحيح، ولذلك تبدا الموهبه تبين عندك، والموهبه من اذا الموهبه موجوده اذا الموضوع منتهي، يعني هاي حلو. مجرد دراسه. طيب وجهه نظرك اليوم بدمج الخط العربي بالفنون البصريه، تصميم ورسم وهاي التفاصيل، هذا هم فن من الفنون. يعني انا عندي طبعا بالمناسبه حتى اذكر اصدقائي الخطاطين اللي واحد منهم عمل هذا دمج الخط العربي بالتصميم البصري. يعني مثلا انا اصدقائي اللي احنا دوره واحده تقريبا طلعنا، منهم من استمر ومنهم اللي ترك ومنهم اللي ما كان بالمستوى العالي وحاليا تطور اكثر. أوكي. يعني شبير البلداوي، الخطاط باسم الدايني، دكتور حسن الامير، سمير علي اللي قبل شويه تحدث عليه اللي تطور خطه مئات الاضعاف عن ما كنا شباب، يعني سبحان الله. خط هو عنده موهبه لكن بعد الكبر هو نم، هو صقلها من ذاته، وخط القران الكريم للمره الثانيه على التوالي ما شاء الله. خط كلش حلو. سمير علي انسان وخطاط ومرهف وحبه للخط ما يوقف عند حد. عندنا خالد علي، عندنا هواي كثير من الخط هنا. ايش غير بشخصيتك؟ ايش ضاف شخصيتك؟ بالبدايه ممكن شاب، نعم كانت يعني بصراحه حتى في بعض الاحيان من نلتقي بمجموعه واشوف او بالمدرسه او باي مكان اخر واشوف الخط، انا راسا اجي انزعج من اشوف خط ما حلو، انزعج جدا من كنت شاب. حاليا لا، انطاك ثقه بنفسك الخط؟ طبعا اكيد، لانه هي شلون تجي الثقه بالنفس؟ يعني يوم من الايام هي هاي تعبير عن الثقه بالنفس. احدى اللافتات مطلوبه في مكان ملعب الشعب، تمام، كانت يعني طويله جدا يعني مئات الامتار وبيها كلمات أربعة أو خمسة كلمات فقط. زين. فإحنا مجموعة واقفين أربعة خمسة خطاطين إنه شلون نبدأ بيها، وين شلون نبدأ وشلون ننتهي، لأن البداية كل صعبة، كل بداية صعبة. صح. الثقة بنفسي عالية مباشرة، لزمت الفرشة واشتغلت، يعني ولا خفت إيش راح يصير، ممكن تتحاسب ممكن أي. وطلعت على اعلى مستوى ثقتي من وين نفسي جاك الالهام؟ وفقط بالخط بصراحه بكل شيء، يعني وجريء، عندي جراه من اكتب وعندي جراه من افوت باي مكان. يعني زين خطاط، من وين مصدر الهامه؟ والله مصدر الالهام وراها تيجي من خلال شلون نقول مثل اعلى، يعني انا عندي الله يرحمه صادق الدوري مثل اعلى، الهام يجي من خلال هذا الرجل، توفى قبل سنه ولا زلنا احنا نستلهم منه هذا عرابك هو بالخط بالضبط، مو فقط اني صاحب فضل على كثير من الخطاطين، لان يعني درس مجموعه كبيره من بدايه السبعينيات، من سنه 70 لغايه التسعينيات، طلع تقاعد بدايه التسعين، وبعدين ظلينا احنا نستذكره دائما، نتابع يعني الخطوط مالته اللي موجود هسه مثلا على جامع بيت بنيه اللي بالعلاوي، هاي كلها خطه. اوف. هو مكانات كثر. يعني اليوم لو تصح لك فرصه وينطوك مجال انه تخط فد جمله بداخلك للعراق، باي مكان تختاره وش تكتب؟ والله اكتب بس العراق. فقط؟ العراق. كلمه العراق تعني كل معاني اللي بداخلك وبداخلي. صح. زين بدون ما تذكر وياها كلمه، العراق هو كافي، من تقول العراق هو خلاص كل الحب والتقدير والعز والفخر والهاي تلقاها. أيوة. كلمه العراق، كلمه العراق، واتمنى اكتبها على السماء والله. الله. اي والله بالجو. يعني حلو. هذه الموهبه اللي موجوده عند حضرتك، هل يا ترى تستثمرها من ناحيه اليوم المبتدئين اللي عندهم الهام وحب للخط العربي من ناحيه ورشات، لو مبتعد عن هذا الموضوع؟ مبتعد بصراحه. شنو السبب؟ كثير من الاسباب. ممكن اولا تفيد الوقت. يعني. هذا شيء مهم. ثانيا اني بنهايه الثمانينيات ومن لحد منتصف التسعينيات كنا نعمل يومي ورش وشغل، سواء تجاري او حتى من نجتمع كمجموعة فنانين خطاطين نتبارى بيناتنا منو الخط الأفضل، منو بعده مستمر، منو نزل، منو صعد. يعني قبل أقل من 20 يوم كنا مجموعة من الخطاطين بضيافة الفنان باسم الدايني في مكتبه، لأنه هو عنده مكتب للخط ومطبعة، وكنا مجموعة من الخطاطين زائد
فنان تشكيلي مختار من النرويج اللي هو الفنان احمد انسان محترم احمد سيون. فبدينا نكتب شوف من اللي تغير عند الخط، لانه احنا اصدقاء منذ اكثر من 40 سنه، يعني احنا دخلنا سوا وتخرجنا سوا وفارقتنا الايام، وبعدين جمعنا فيسبوك هم الى مرات ان شاء الله طبعا سوشيال ميديا جمعنا سوشيال ميديا انه نلتقي من جديد. فطبعا بدينا نكتب وهاي، وصارت عندنا فكرة أو مشروع إن شاء الله يتنفذ إن شاء الله، نسوي فد شيء إحنا بهاي المجموعة نفسنا نسوي شيء جديد، يعني فد مشروع جديد بالخط. يعني أنا صارت عندي فكرة إنه أكتب القرآن إن شاء الله، وهاي الفكرة بعتي ببالي وإن شاء الله ممكن أقدر أنفذ. طبعا حضرتك ما أعرف ذكرتني بموضوع أو خليتني اليوم أريد أتطرق لموضوع خط العربي فن. ليش اليوم تكون أكو مهرجانات مستحيل تشوف موجود صاحب خط عربي وعنده موهبه جميله يكون تنافس ويكون الى تكريم؟ هل يا ترى هي موجوده واحنا ما مسلطين الضوء عليها لو هي ما موجوده اساسا؟ شنو السبب؟ ما هو فن؟ قبل شويه تكلمنا عن اللي تخص الطلب ووزاره التربيه، زين وزاره الثقافه اوكي نفس الشيء، ما عايره ذيك الاهميه لهذا الفن، ممكن للموسيقى ممكن للتمثيل ممكن، يعني احنا قلنا قبل شوية أنه الاهتمام لابد يكون بالمدارس الابتدائية بالنسبة بالضبط. أوكي. نفس الشيء هذا، يعني سووا معرض، يعني بالمناسبة معلومة قليل يعرفوها خاصة القدامى، أنه المهرجان أو المعرض الأول الدولي أوكي. الدولي الأول بالعالم صار بالعراق سنة 88 مع الأسف. شوف يعني من 88 بعد ما صار معرض دولي يجمع كل الدول بالعراق، صار بال 88 وكنا احنا اخر سنه بالدراسه واشتركنا به، احنا هاي مجموعه الاسماء اشتركنا بهذا المعرض. كان هاي اخر شيء من بعدها ما. طيب اليوم انت شنو من اهم الاعمال اللي تعتبرها بمسيرتك الفنيه هي اهم مشاريعك وتفخر بها؟ والله كثير من الاعمال ممكن نقدر نسولف بيها، واكو من نقدر نسولف بيها، يعني هواي اعمال، يعني مو بس انا، احنا مجموعه. لا انت كشخصك انا اريد. والله انا اعتز يعني مرة كتبت لافتة كلش طويلة، يعني طول ما يتعدى الوصف، ونفذتها تقريبا هي أربع كلمات فقط لا غير، اللي هي الأربع كلمات هي أربع كلمات خلاص. فكتبتها بممكن ست ساعات كملت من الساعة واحدة بالليل للفجر، لأن الشارع بغداد جديدة انقطع حتى أقدر أكتب يفرش القماش على الشعر. زين. هذه لازلت أتذكرها، يعني كان وياي الأخ باسم الدايني ورزاق أبو مخلد. أوكي. على مجموعة إحنا من الخطاطين، كان الله يرحمه المرحوم الخطاط الرهيب، يعني الله يرحمه. الله يرحمه. قتل سنة 2005 ذاكر شويلي ذاكر حسين. يعني مرت بينا مآسي. يعني احنا اليوم يمكن نعتب على وزارة الثقافة، نعتب على الحكومة العراقية، نعتب على وزارة الصحة، العفو وزارة التربية بتفاصيل مهمة اليوم، يعني هذا الخط العربي اللي هو يصقل الموهبة، يعني بحر انت تحكي بيه اليوم طبعاً. انت بحر طبعاً. هو مو يعني اليوم احنا نجي نشوف شخص دا يكتب مجرد نقول نطي اطراء، والله خطه حلو، شنو الفائده؟ طيب شنو الفائده؟ ما انت ما عرفت هذا الخط شلون صار شلون انصقل. وهنا هم تجي مشكله اللي هي هم حكيناها، هي مشكله الحاسوب الكمبيوتر. اي بالضبط، يعني كل شيء بالصوت تدخل، بالتمثيل تدخل. طيب انتقاء الخط اليوم انتقاء الخط بالحاسبه بشكل عام هم يعتبر اليوم موهبه للشخص شلون يعرف ينتقي هذه الجملة بخط معين؟ لا، هذه تبقى ذوق واختيار. هو الخط موجود، ما له فضل به، هو موجود. هو منين دخل هذا الخط للحاسبة؟ هو من خلال خط اليد بالضبط، خط النسخ والثلث والديواني والفارسي وكل الخطوط متاحة خيارات. عندك اليوم أحد من أولادك على خطاك بالخط؟ لا للأسف، بس عندي حفيدتي عندي حفيدات اثنين ليان وزينب، اللي هم الله يحفظهم صراحة ماخذين نطاق واسع بالتيك توك، عندهم حسابهم كلش عالي، يعني نوعا ما بالخط. خاصة زينب ممكن تكون زين. فنانة وخاصة بالخط. زين احنا اليوم بس ولدي لا ولا أوكي. واحد لا ولد ولا بنات. أوكي. اليوم ذكرت نقطة مهمة، همشي الأحفاد طلعوا يعني على الأقل أكو إذا يعني. ماكو هذه المعارض
اللي تقيمها أو تهتم بيها وزارة الثقافة. اليوم الفنان الرواد بالخط العربي ما يقدرون هم يقيمون هذه المعارض لو صعب عليهم. ممتاز، سؤال جدا مهم. تدلل شقد اللي يقدر مثلا هسه أنا أقدر أسوي لي معارض، شقد راح يكلفني؟ تكلفة أكيد، تكلفة مبلغ عالي. والوراها شنو؟ شهادة تقديرية وشكرا وهاي درع الفلان وهذا درع من فلان وهذا وانتهى الموضوع وراحت وخلص. قبل كان الفنان من يريد يسوي له معرض يعني ما يكلف ذاك ذيك التكلفة الكبيرة، وكانت اللوحات تنباع بأسعار عالية. صح، بالعراق حاليا هذا الموضوع هو المستفيد أكيد، بس بالعراق صعب شوية. صعب، هذه ليش انا قلت الحكمة اللي قلتها انه الخط الحسن للفقير مال، للفقير مال. فصعب الان، يعني صعب الان يجي واحد يعني شبير البلداوي، الخطاط شبير البلداوي احد اصدقائنا قبل 3 سنوات سوى معرض، يعني معرض حلو كل الناس زارته، بس وبعدين فائدة مادية؟ فائدة ما كل اي فائدة مادية يعني. نفس الشيء هسه اكو بعض المطربين ومواهب بس ما يقدر يسوي له. راح يقول لك انت بس فكر بالماده، ما هي الماده مهمه. والله الماده مهمه يعني انت جدا مهمه. اللي يقول لك انه لا فكر بالماده والماده مهمه وهي عصب الحياه أمانة. وبدون الماده اصلا ماكو حياه. انا خلي اقول شو يقولون عليه، خلي لا شيء صحيح. صح، انا ما اعرف الف وادور. احسنت، ماده مهمه جدا. صح، مهمه. هو تقدير البشر الماده حاليا الوقت الحاضر. قبل شوي كنت اتابعكم وتتكلمون عن المظاهر، والله المظاهر مطلوبه حاليا طبعا. وقتنا اي مطلوبه ومطلوبه ومطلوبه طبعا. صح طبعا، كل يعني انا هسه اقعد صاروا يقيسون الاحترام، الاحترام يقيسوه على اساس انت شنو عندك سياره، شنو براند لابس. موجود، جد موجود، موجوده واقع ما نقدر نطلع منه ابدا. واللي يقول غير هذا الكلام قول له خليك على صفحه، لان انا عشت هاي والله. صح، هذا اللي يحكي هذا الكلام لانه هو ما قادر يوصل لهذا الموضوع، فيبرر مواساة الذات يكون طبعًا. فيواسي ذاته بهالشيء، الا انه احنا اليوم بحياتنا كليتنا عايشين على الماده طبعا. صح، هذه نقطه اساسيه، لانه كل الحياه ما تمشي بدونها. مستحيل مستحيل. وانت خير ربح لنا اليوم كضيف ويانا. والله انا سعيد جدا بك. الله يطول عمرك، تعرفت بكم ولي الشرف والفخر انه انا ضيف بالقناة. الله يخليك، احنا اللي فخورين انه عندنا هيك اسماء مهمه بمجالات مهمه باختصاصات مهمه. صح، يمكن ما مسلط الضوء عليها من جهاتها المعنيه الضروري هم يسلطون الضوء، لكن احنا بدورنا المهني والانساني نفخر بهذه المواهب، نفخر طبعا بهذه الاسماء اللي اساس لهذا البلد. انا اذا تسمح لي بس كلمه شكر وتقدير. هو احنا بدنا كلمه اخيره من حضرتك. ايه، كلمه شكر وتقدير للاستاذ عقيل العبايتشي مدير معهد الفنون الجميلة حاليا. تحياتي. هو طبعا احد خريجي خط وزخرفة، بس الدورات اللي بعدنا اي ما يتيح هذا الرجل لخريجي معهد الفنون الجميلة القدامى بالسبعينيات والثمانينيات وحتى التسعينيات. واستقباله وضيافته وانسان محترم جدا، عاد الروح لكل الخريجين المعهد الفنون الجميلة انه يصير عندهم ماهس يزورون معهد الفنون. يعني كل بين فترة اخرى اجي المعهد الفنون الجميلة اللي هو حاليا هنا بالمنصور يعني. فشكر وتقدير للأستاذ عقيل عبايتشي والأستاذ محمد هادي المدير المعاون الفني على استقبالهم لكل الخريجين وقامة المهرجانات، وعدنا مشاريع عدة بهذا إن شاء الله بالمعهد من خلال هذا الرجل. إن شاء الله. يعني بس هاي كلمة الشكر أقدمها للأستاذ عقيل عبايتشي. وإحنا شكر إليك بقد محبتنا إليك الكبيرة، ويا رب دائما موفقية ونجاح. أستاذ ماجد ضيف عزيز، ان شاء الله ما يكون هذا اللقاء. لا اكيد ان شاء الله ما راح يكون اخر لقاء لنا. ان شاء الله يا حبيبي. شكرا جزيلا. اذا المشاهدين الكرام، هذا المحور اللي كان الغني بالجمال والرقي والاناقه بانامل الخطاط، اللي كان ضيفنا الاستاذ ماجد حميد. فاصل ونتواصل بكل فقراتنا اليوم. مشاهدينا مباشرة ننتقل لتقاريرنا المنوعة، وأول تقرير من إعداد زميل المراسل عبد الله الباش عن سوق الجمعة في ديالى يفتح أبوابه بعد 17 عاما على إغلاقه. بعد مرور 17 عاما على إغلاقه بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت بها محافظة ديالى،